خايفين علي ولا خايفين على الفلوس؟ مشتاقين متى يرجعون اخوانكم ومعاهم الملايين عشان تستقبلوهم وعشان كل واحدة تاخذ نصيبها. مع الأسف. بس اسمعوا انتوا الاثنين، مستحيل اللي براسكم يصير، مستحيل. سمعتوا ولا لا؟ انا من بكرة، من بكرة بروح ادور بنفسي وبروح حق حسام وبسأله ويا ويلكم واحدة منكم تتكلم مع حسام ولا تقول له شيء؟ وإذا هو عارف شيء وما يقول لي، ذيك الساعة بتشوفون وجه ثاني عندكم. واسمعوا، إيانا وياكم واحدة منكم تكلم فيبي ولا تجرحها بكلمة، لأن هذه فيبي طلعت تحن علي أكثر منكم أنتم الاثنين. والله إذا كلمتوها يا ويلكم مني. يما ترى فيبي هذه أنت ولا كلمة، ولا كلمة، لا أنت ولا هي. ما تنلام، لا تحاولين. الحالة هذه اللي قبل شوي قد أقول لك بتصبر، فيبي بثرتنا فيها، خلنا عاملها كويس. تفضلي. أنا مو بقاهلني إلا أمي اللي ما تفكر إلا بأولادها بس، وما تفكر فينا، ما كننا أولادها إحنا بعد. نوف، حط نفسك بمكانها. إيش؟ شوك ما دخلت؟ ما أبي أدخل، أنا جاي أتكلم معك في الموضوع، بعد كذا راح لأخوياك وما أبي أنافق عليك قدام أخوياك وأفشلك. هد هد، إيش فيك؟ الحين أنت تبي تزود نوف؟ أمي قالت لك صح؟ جاوبني الحين، انت تبي تتزوج نوف؟ لا، ما بيتزوجها. طيب ولما هو لا، ليه ما جيت وعلمتني انها طلبت منك هالشيء؟ ما حبيت اضايقك، امي فاتحتني في الموضوع من كم شهر. طيب لكن قلت لها لا، ما بيتزوجها. طيب وانا وش يضمنني انك ما تكذب علي؟ ان امي جت ودقت عليك قالت لك عبد الرحمن جاي، جهز رد. مع اني ما كنت متوقع انك في يوم من الايام تكذبني، لكن بجاوبك. طيب اي، أمي دقت علي وقالت لي عبد الرحمن جايك في الطريق، لكن أنا ما جهزت لا كلام ولا غيره، هذا اللي عندي. تبي تصدق صدق، وأنت مصدق براحتك. يعني أنت موافق؟ لا أنا ماني موافق، بس في نفس الوقت ما أقدر أقول هلا. طيب روح، روح تزوج نوف اللي أخوك بيتزوجها. روح. وبعدين اشمعنى انا قلت لا في موضوع عالية؟ يا عبد الرحمن انت حر، بعدين انت اكبرنا، تقدر تواجههم، انا ما اقدر اواجههم. انا يا مع ابوك في الشركه يا عند امك في البيت، ومن وين لوين القى لي فرصه اطلع فيها اشوف فيها اخوياي؟ وش جالس تقول انت؟ جاي تشغل مخك عندي ولا وش؟